طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. يقف الجمهور احتراما للنشيد الوطني البرتغالي. في السلام الوطني. والآن مع انطلاقة المباراة كرة طولية إلى الأمام، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. Wang Hee-chan. والتسديد. بتحرك رائع للكرة، لكن الخسارة لم يستفيد منها. عمل كل شيء في هذه الكرة، لكن فشل في اللمسة الأخيرة. دانييلو بيريرا. البرتغال يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض إلى خارج المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب، وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. برناردو سيلفا. بيبي. تعادل بدون أهداف مستمر. محاولة من جهة اليسار. دييغو جوتا. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة.
دانيلو بيريرا، دييغو جوتا، مرت الكرة، كريستيانو رونالدو. عدت الكرة ولم يتماس. رابية جانبية لم تنفذ بالشكل المطلوب. روبن دياز. بيبي. تعادل السلبي مستمر في المباراة. كريستيانو رونالدو يتلقى الكرة. عدت الكرة. روبن دياز يمد قدمه ويحصل على الكرة. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. برناردو سيلفا، نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول كانت الكلمة فيه للدفاع. تغيير لاعب على الأجناب. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. روبن دياز يحول الكرة إلى الجانب الآخر. جواو كانسيلو ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ يلعبها على اليمين. أوه قريبة جدا. إمكانية المرتدة. سون هيونغ مين، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. البرتغال لديه جودة كبيرة في التمرير. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كريستيانو رونالدو. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. فاتت ومرت وصلت إليه. إيش هذا؟ إيش هذا؟ تجاوز بمهارة غير عادية. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. يفضل العودة بالكرة. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة. أمر يحتسب الحكم ركلة حرة. لعبها مباشرة. هدف عالمي. بالفعل هدف جميل هذا اليوم. هدف ولا أروع. لم يكن من الممكن إيقافه. عنده مهارة كبيرة استغلها في ترجمة الركلة الحرة إلى هدف بكل دقة. وكان يعرف مسار الكرة بشكل جيد. حطها بشكل رائع في الشباك.
تتغير النتيجة لتصبح 1-0. جواو كانسيلو. كوريا الجنوبية على بعد دقائق من الفوز هنا على عكس التوقعات. برناردو سيلفا يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل، لأنه دقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة.